جميل جدا أستاذ أبو صيام، لكن في النقطة فكرة المؤامرة على المرأة عود بها للدكتور عادل حمد. هل هناك مؤامرة؟ نفس سؤال دكتور عادل، هل هناك مؤامرة على المرأة المسلمة؟ طبعا العليم بنفوس الناس هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم حقائق نفوس الناس وطريقة تدبيرهم لله. فقسم الله عز وجل الناس إلى أقسام، قسمهم إلى مسلمين وكفار، وفي المسلمين جعلهم مؤمنين ومنافقين، والكفار أيضا ملل وأقوام. ماذا قال الله عز وجل عنهم في موقفهم من المسلمين؟ قال عن المسلم قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه المحبة ماذا نسميها؟ هل هذا المحبة ستجر إلى عمل أو ستبقى في القلوب؟ وهو الله سبحانه وتعالى يقول أنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن فئة المنافقين: وهي التي تدعي الإسلام ظاهرا وتبطن الحقد والكراهية للإسلام من الداخل. وهي قوله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. حتى المنافقين الذين هم يعني يزعمون الإسلام يتمنون أن المسلمين يكونون كفارا. هل هذا الحب الذي يصفه الله عز وجل في قلوبهم سيبقى حب في القلوب أم سيتحول إلى عمل يخطط له ويعني يمشي بخطوات متدرجة للوصول إلى الهدف؟ لن أتكلم عن الواقع، لكن سأعطيك حقائق ينص عليها ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يقولها لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المكر ما هو؟ ما معنى المكر؟ أليس هو يعني أمور تعمل بالخفاء وبدهاء للتوصل إلى أمر ما؟ هذا هو المكر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن مكرهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالمكر ليس قليل وليس يسير أيضا، بل كما وصفه نبي الله نوح مكرا كبارا. جميل. هؤلاء الذين يمكرون في مواجهة المسلمين ماذا نسمي مكرهم؟ سميته مؤامرة، سميته مكر، سميته رغبة في صرفنا عن الدين. طب دكتور، أنت أثبتها من 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 واقع الأدلة الشرعية. طيب، من حيث الواقع كيف تدل على أن هناك فعلا مؤامرة على المرأة المسلمة؟ لما نستقرأ الأعمال التي يقومون بها ونتتبعها سنجد أنهم كل مرة يأخذون خطوة ثم التي تليها خطوة أخرى. ثم مثلا في الأفلام التي القديمة التي كانت في الستينات والسبعينات ما كانوا يتجرؤون يتحدثون عن هذه الموضوعات مثل اليوم. ما كانوا يتكلمون مثلا عن الشذوذ، فكانوا يتكلمون عن قضية تحرير المرأة، حقوق المرأة، ثم تطور الأمر عن قضية الحب وبعد ذلك التبرج وحتى الحجاب. بإمكانك أن تنظر إلى بعض الأفلام القديمة تجدهم يلبسون يعني تقريبا شبه متسترات يعني. ثم بالتدريج بدأوا يعني يخففون من الملابس حتى طبيعة المكياج أخذوها بالتدرج. ثم بعد ذلك وصل إلى يعني كانت بعض الأشياء لا تخرج على الشاشة من الأشياء المنكرة كالتقبيل مثلا، ثم أصبح التقبيل ظاهر، ثم بعد ذلك أصبح العري ظاهر، حتى أصبحت الأفلام الإباحية التي موجودة وتعرض علنا في القنوات. حتى وصلنا اليوم إلى موضوع الشذوذ. أيعقل أن يكون كل هذا يعني من غير تخطيط ومن غير يعني دراية فيقع الناس في هذا العمل يعني عشوائا؟ لا، هذا لا يمكن أن يكون عشوائيا. طيب.